قدامك تشكيلة اليوفنتوس. الفريق يعتمد اليوم على الأسلوب الحذر باعتماد 4-5-1. إذا أصدقائي المشاهدين، انطلاقة المباراة، مباراة ينتظر الجمهور المدرجات على آخرها، ونتمنى أن نتابع مباراة ممتازة وكبيرة جدا. كلاوديو ماركيزيو، أرتورو فيدال، أريان روبن، فيليب لام. ها هي التمريرة العرضية جاية. لاعب بايرن ميونخ يرتكب خطأ. ما زلنا نقول يا فتاح يا رزاق يا عليم، في اول دقائق حقيقة ما زال عقله في حجرة الملابس. احرج نفسه واحرج فريقه بانذار مبكر. تحكم ممتاز من الحارس. انه باتجاه المرمى، أريان روبن، الكرة تعدي المرمى وهدف. ما فماش احلى من طريقة مثل هذه. المحاولة الأولى تساوي جول. الصدارة ما زالت للبايرن. صراع ثنائي كبير على الكره.